السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الفيديوهات أنا قلت إن تم إلغاء مصطلحات الـ 4D والـ 5D. طيب نوضح إيه المصطلحات دي وليه تم إلغاءها. الـ 4D يقصد بيها الزمن، والـ 5D يقصد بيها التكلفة، والـ 6D يقصد بيها الاستدامة، والـ 7D يقصد بيها الـ Facility Management. وهتلاقي بقى في الـ 8D والـ 9D والـ 10D، واختلف كتير. في ناس تقول لك ده لين، ده سيفتي، ده يعني في اختلاف كتير مش متفقين في الترتيب. طيب تعال بص على 6D و7D، هتلاقي في كتب بتقول ان دي الاستدامه ودي الفاسيلتي مانجمنت، وكتب العكس، يعني هتلاقي في لخبطه بين الاثنين. فلما اقول لك 6D ما بقاش معروفه، فما بقاش اسم على الحاجه، ما بقاش علم على الحاجه. يعني كان في علم المنطق كده يقول لك الاسم لازم بيكون مدلول على حاجه معينه، ما ينفعش تقول ايه مصر بس انت مش محدد الحدود بتاعتها، او في كذا حته اسمها مصر، يعني ملهاش، يعني عايزين تعريف جامع مانع. لا احنا عندنا ما بقاش بتسهل علينا الموضوع، بقت صعب. وبعد كده تعالى نبص على الفور دي والفايف دي. هو انت بتعمل التكلفه الاول ولا الزمن؟ اكيد التكلفه. فالفايف دي المفروض تبقى هي الزمن، والفور دي تبقى هي التكلفه. فشايف اللخبطه؟ طيب اقوى حاجه بقى في الموضوع دوت عشان نجيب النهايه، ان انت ما تضيفش بعد جديد. يعني ال 1 دي اللي هو كان واحد مثلا سهم بيرمي في اتجاه معين، ده اكس مثلا، تمام. ال 2 دي اكس واي، خلاص بقى يعني مثلا بنزرع. بعد كده بقى عندنا زد اللي هي ان انت بتبني. في الشغل المباني انت 2 دي مقصود بيها لوح، 2 دي اللي هي على الورق على الاوتوكاد. ال 3 دي لما يبدا الحاجه تاخد البعد التالت بتاعتها، تمام. طيب ما كده الفور دي انا ما ضفتش حاجه، يعني انا لما ببص عليها ما فيش حاجه جت هنا، ما فيش حاجه جت هنا. طيب الفايف دي انا ما ضفتش حاجه برضو، يعني ما فيش حاجه اتغيرت، تمام، يعني ما فيش بعد جديد اتضاف. فلذلك في اغلب الكتب انا مشترك في الرسائل بتيجي على طول كده يعني، والموضوع سهل. يعني ممكن تشترك مثلا في جوجل سكولر، ممكن تشتغل في فيدلي، في خدمات كتير جدا تحدد له كلمات معينة، ولما بيلاقيها بيبعت لك. في اغلب الكتب دلوقتي اللي موجودة في البيم الحديثة اللي هي 2023 ما بقاش يذكر 4D وال5D وال6D وال7D وال8D، بدأت تبقى غلط. فلا، انت بتتكلم عليه الزمن، اتكلم عن الزمن، ما تدلوش رمز، لان الرمز اصبح بيلخبط مش بيسهل عليك الحاجة. يعني انا هقول 4D الناس كلها تفهم، لا في ناس ممكن تستغرب، 6D ناس تتوه. فبدل ما انتو خلاص انا بتكلم على الاستدامه، خلاص هتكلم على الاستدامه. اللي هقول 6D وانت تفتح مرجع تلاقي 6D اللي هو الفاسيلتي مانجمنت، وتيجي بتفكر كده هو الاستدامه ضافت ايه، البعد اللي ضافته الفاسيلتي مانجمنت، ايه البعد اللي ضافته، ما الشكل ما اتغيرش. فمنعا للنزاع خلينا نتفق ان احنا ما نستخدمش 4D و5D، احنا هي 2D و3D، مفيش 4D. 4D خلاص، يبقى احنا بنتكلم على استخدم الاسم الاصلي مش المصطلح، ما دام المصطلح بيلخبط.